وقبل فتح نقاش مشاهدينا بالتأكيد حول جفاف الجسم من أسباب العلاج والوقاية، نرحب أولا بالدكتور مراد معوش، طبيب مختص في طب الأطفال. أهلا بك دكتور، شكرا على قبول الدعوة. أيضا الله يسلمك. السلام عليكم. مرحبا بك دكتور. الله يسلمك. كيف حالك؟ لا بس الحمد لله. تشرب الكثير من المياه أعتقد. يعني قبل ما تكلموا على أهمية شرب المياه، أكيد شفنا قبل قليل في فقرة التغذية أنه الماء عنده أهمية كبيرة. قبل ما نشوفوا أصلا ما هو الجفاف، لأكيد أنه الماء مهم دكتور، ليس كذلك؟ نعم، الماء أصلا يمثل تقريبا 60% من وزن الجسم تاع الإنسان. معناتها واحد اللي يوزن 70 كيلو في الحاله العاديه يعني راح يكون عنده 42 كيلو ماء. وبالنسبه للناس اللي راهي تتفرج الان في الالعاب المتوسطيه، في الملاعب، في القريه الاولمبيه، الاكيد انه الشمس اللي يتعرضوا ليها خاصه الاطفال خلال العطله، وش ننصحوهم قبل ما نتكلموا عن الموضوع، لانه الموضوع حنتكلموا عليه بعد موجز التاسعه دكتور، ننصحوهم في اقل من دقيقه؟ النصيحه الاولى هي انه المشكله الكبيره في هذه الحالات نقدروا ما نحسوش بالعطش. الواحد كي ما يحسش بالعطش وهو لازم يشرب، صافي المشكله انه ما راحش ياخذ هذاك الكاس تاع الماء ولا تاع الاخر باش يشرب الماء، دونك لازم يشرب تلقائيا ولا يدير مثلا بروغرام راه يخلي دائما القرعه تاع الماء قدامه ويشرب ريغوليرمون. يعني بشكل دوري، يعني شرب الماء مهم. دكتور معوش، الموضوع هو جفاف الجسم، ما هو جفاف الجسم؟ شكرا على الاستضافه. هو الجفاف الجسم قلنا الجسم العادي، يعني واحد ان ادولت يكون عنده 60% من الجسم تاعو كامل ماء، دونك الى يوزن 70 كيلو راح يكون 42 كيلو 42 لتر تاع الماء في الجسم تاعو. هذا باش نبينوا الاهميه تاع الماء في الجسم تاع الانسان، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء هذا راح يدخل في تاع الجسم لازم يكون توازن، دونك في حاله الجفاف معناتها الجسم هذاك خسر الماء، خسر كمية من الماء. شحال الكمية تاع الماء اللي راح نقولوا بلي تولي حالة خطيرة؟ هذا السؤال نتاعك. 10% تكون حالة افونسي متقدمة بزاف، 15% يكون بعيد، فهمت؟ معناتها يعني حالة خطيرة جدا. خطيرة جدا 15%، معناتها فينالمون اون بو با سبيرميت، ما نقدروش نخسروا هذه 15%. 15% من الجسم تاع الانسان، معناتها الا يخسر 10 لترات راه ما قعدوش بزاف. رغم انه يهبط الماء الى مستويات قليله بالنسبه للنسبه، لكنها تؤثر على جسم الانسان. نسبيا 15%، يعني انت تشوف بلي 15% ماهيش مش بزاف، الوغ كو 15% بالنسبه للجسم تاعنا حيكون في حاله تدهور دموي ابسون، ما كانش هيبوتونسيون، ويقدر انخفاض ضغط الدم، كوما بعد الشر، فهمت؟ يعني 15% يدخل في غيبوبه، بارك الله فيك. دونك 15% ما نهضروش كامل عليها، راهي حاله متقدمه جدا. نعم، دونك هذه الحالات الخطيره الاكيد قبل الغيره للمياه. الجسم يتكون من المياه، الاكيد هي نسب كبيره حتى 70% عند الاطفال والكبار، يعني تصل حتى 60%، شفنا مع الاخصائيه في التغذيه هذه هي الارقام. نتكلم الان عن الجفاف كظاهره تسببه الشمس، يتسبب لاشياء عضويه، هل الجفاف يتسبب نتيجه سرطانات؟ هذه في حاله الاسباب، احنا كنا نهضروا بصفه عامه قبل باش ندخلوا بعد في الاسباب. دونك بالصفه العامه قلنا 60% عند الاطفال قد ما نحبطوا في العمر، ولا عند واحد الكبار قد ما نتقدموا في العمر راح تكون النسبه المئويه اكبر، راح تكون 70% عند نوريسون، 65% 70% عند نوريسون، لو نوفو ني تلحق حتى 75 80% عند البريماتوري. اذا تلقى مثلا بيبي صغير يوزن كيلو برك، يعني هو راه ديجا في حاله يرثى لها، تلقاه 80 800 غرام كامل ماء، يقعد له غير 200 غرام تاع الباقي تاع المكون. دونك الماء هذاك راح يكون نسبيا قد ما يكون صغير بزاف في العمر، ولا بالعكس يكون كبير في العمر. دونك هنا منين نلحقوا لازم لنا توازن بين الماء اللي نشربوه اللي نستهلكوه والماء اللي راهو راح نفقدوه. كي صرا هذا الاختلال في التوازن راح يكون عندنا زياده تاع الماء اللي نشربوه، بالعكس جفاف كي الكميه تاع الماء تكون اقل اللي نستهلكوها اقل من الكميه اللي نخسروها. دونك لازم نشوفوا الاسباب اللي تخلينا نخسروا بزاف. وسؤالي كان حول الاسباب، وهذا هو السؤال على بالي، حبيت نلحق لهذا السؤال بهذه الطريقه. اختلال توازن بزاف الماء
والاسباب تاع الخساره تاع الماء. كيفاش يخرج الماء من الجسم تاعنا؟ عن طريق التنفس. كميه قليله ماهيش كبيره، بصح انت تلاحظ باللي كي تاخذ زجاج تقربوا منك وتتنفس في الزجاج يتكون فابور، لا فابور دو نشوفوها على شكل قطرات ماء فوق الزجاج. نخسروا بصفه مستمره الماء عن طريق التنفس نتاعنا. هذه اول شيء. اول شيء يعني ابسط شيء نبداو به التنفس التلقائي، هذا ما نحسبوش مونتاج حاجه اللي حنا ما نطلعولوش حساب، واللي هو يكون نص لتر تاع الماء قادر يكون نص بشكل يومي. بشكل يومي كل يوم مش على الاطفال، لا لا يعني عند راشد هنا نصف نصف لتر واحد كبير، واحد يوزن 70 كيلو. لا دائما بالميزان. بالميزان يعني راح نحسبوا هذه الارقام ما نسحقوهاش بالاخر خاطر راح ندخلوا في تفاصيل ما نسحقوهاش، لانه كل كاس سان كا بارتيكولير. لي زيكستريم، لي زيكستريم دائما يخسروا اكثر، معناتها كي تتقدم في العمر ولا بالعكس. نفهموا فقط اللي يسمعوا فينا هي الحالات الخطيره. الخطيره ولا لي زيكستريم يعني الحالات العمر بزاف ولا شويه، مرض مزمن، الحدود القصوى، الحدود القصوى للامراض والاعمار الى غير ذلك. يعني نذكر فقط دكتور برقم الهاتف، لانه هذه الفقره يتصلوا فينا المشاهدين كثيرا يشاركونا ربما تجارب تاعهم ونستفادوا من بعض التجارب الخاطئه. رقم الهاتف الذي سيظهر بالتاكيد اسفل الشاشه يمكنكم الاتصال من خلاله مباشره مع الدكتور معوش. نواصل دكتور الحديث عن الاسباب، تفضل. زيد فضلك. دونك في التنفس قلنا بلي راح يزيد التنفس الخساره في الحراره، كي تكون درجه الحراره طالعه بالنسبه ولا جفاف الهواء يكون بزاف ناشف، واش يكون برك نيفك شويه مبوشي تنفس من فمك بالخف فمك ينشف بالخف. صحيح. معناتها تخسر كميه تاع الماء عن طريق التنفس نتاعك ناشف، راح نخسروا كميه اكبر من الماء عن طريق التنفس. هذا هذه اللي ما نخسروش بزاف منها الماء. مازال الجلد، المساحه تاع الجلد بالنسبه للجسم 75% لا سيرفاس كوربوريل. احنا نقولوا مثلا بالنسبه لواحد يوزن 60 كيلو 70 كيلو عنده امات كاري ولا امات كاري دو سيرفاس كوربوريل، هذيك لا سيرفاس كوربوريل بالنسبه لهذاك الجسم اكبر يعني نسبيا راح تكون اكبر لواحد كيكون متقدم في العمر ولا بالعكس بيبي صغير. احنا دائما تشوف مثال بسيط غير باش نفهموا يعني لا ديسبيرسي كيفاش راهي توزيع المياه في الجسم نتاعنا. كي ناخذوا الدواء مثلا نحسبوا الدواء بالنسبه للطفل ناخذ اشفالي برك على توزع المياه في الجسم. يعني قطع الاتصال واصل في فكره توزع المياه. توزيع المياه احنا كي نعطيو مثلا الدواء للطفل الصغير نحسبوا 50 ملي غرام بالنسبه باغ كيلو بالنسبه للطفل الصغير. صح كي ناخذوا واحد كبير مثلا انت تاخذ باراسيتامول تاخذ 2 غرام 2 غرامات بالنسبه ل 70 كيلو راح تولي 35 ملي غرام ولا 30 ملي غرام باغ كيلو. نسبيا الدواء اللي راح تاخذه انت نسبيا راح يكون اقل من واحد صغير. صحيح. علاش؟ خاطرش الكميه الجسم تاعك فينالمون اقل من الكميه تاع الماء اللي راح تكون عن طفل صغير نسبيا رانا نهضروا. وهذا الشيء ينطبق ثاني على توزيع المياه وعلى الخاصه. سيرفاس كوربوريل عند بيبي راح تكون اكبر نسبيا بارابور ليه للجسم نتاعو بالنسبه لواحد كبير. المهمه خاطرش راح يخسر الماء بهذيك الطريقه. حتى في العلاج هنا يعني فتحت لنا المجال امام تقنيه من تقنيات الاطباء. دكتور نذهب الى اخذ اتصالات المشاهدين اكيد الذين يتفاعلون من خلال هذا المباشر. الو الو صباح الخير. مرحبا بك مدام، شكون معايا ومن وين تصلي بينا؟ انا من عين دفله. مرحبا بك مدام ليندا، عندك سؤال في الموضوع حول جفاف في الجسم؟ عندي جسم اثر لي على وجهي بزاف. شحال عمرك اولا؟ كي نحس لي جفاف في الجسم ولا يخرج لي كشور واحد الحب في وجهي. صح، انت كنت تسمعي في الطبيب الاكيد اللي نقدموها من خلال هذه الفقره هو العمر والوزن ديالك مدام شحال؟ انا 70. وعمرك شحال؟ 27. فانسات يعني مازالها شابه. نخليك نفهم الحاله تاعها. عندك اسئله دكتور تفضل. نو جو في ايكوتي لا كيستيون. قالك طرحي لي فقط المشكل تحديدا.
انا عندي قلت لك جفاف اللي كشول البشره تاعي جافه بزاف من كثره اللي جافه بزاف كشول صرالي تشقق ومع هذه الاونه الاخيره ولا يخرج لك شول واحد الحب في وجهي شول مام يدي جسمي كاع تحس وجاف في شول ما يمكن اغسل بجلد ولا صابون تبع صابون تاع البشره الجافه فما يخرجش عليه. ربما افهم سيده ليندا عندك مشكله مش جفاف الجسم لانه جفاف الجسم هو شيء اخر كنا راح نشوفه في الاسباب ديالو في البشره خاصك طبيب تاع الجلد على ما اعتقد يعني دكتور تفضل. اكزاكتومون الجواب تاعك في محل والله دونك هذاك الجفاف تاع الجلد اللي ما عندوش علاقه بالجفاف تاع الجسم ولد الحل نتاعو ماهوش بالماء اللي تشربوا ولا الماء اللي تحطوا في الجلد بالعكس الماء كيما كي تقولي الدوشي ولا تحطي الدوش ولا لو سافون ولا الماء يزيد ينشف الجلد الحاجه اللي ترطب الجلد ماشي ماشي اكوز ماش مياه نعطوها حلول هكذا مؤقته تستعملها في لا لا الحلول ديرها عن طبيب الجلد باش يتحقق شنو هو المرض احنا الماء ما عندوش علاقه بصح لا لا يعني لا تخمم باللي راهي كي تحط الماء على الجسم تاعها باش يترطب الماء ما يرطبش اللي يقدر يزيد ينشفوا يزيد ينشفوا دونك الحالة اللي تقدر ترطب الجلد تكون حاجة يلا نكملوا في نكملوا في نقطة توزع المياه من بعد ما تكلمنا على توزع المياه عند الشخص عند الأطفال أكيد نتكلموا على الشريحة الأكثر تأثرا بهذا المشكل اللي هو الأطفال تفضل دونك زيد فضلك دونك اللي علاش الأطفال وعلاش المسنين أيضا السبب الأول هو هضرنا على سيرفاس كوربوريل معناتها المساحة الجسمية المساحة تاع الجسم هذا الماء معناتها قد ما تكون المساحه نسبيا بالنسبه للجسم تاعو تكون طالعه بزاف قد ما راح يخسر دونك لازم يعوضها بكميه اكبر من الماء. روحوا اتصال اخر دكتور صباح الخير. الو صباح الخير تفضل. الو صباح الخير. مرحبا بك مدام شكون معنا ومنين اتصلت بنا؟ نعم تفضلي معنا راكي على الهواء انا ما نفهمش مليح العربيه نهضر راكي على المباشر مدام تفضلي كيما حبيتي يعطيك الصحة الله يسلمك انا قلت لك كان عندك مشكل في صحتك في الماء وطي برك صوت التلفزيون سمعينا من الهاتف باش تكون الاتصال يكون مليح الو تفضلي قلت لك انا كي نشرب الماء ثم نعطش يخرج كامل في الجسم نتاعي عرقي بزاف نعرق بزاف حتى ولي ندوخ كي يخرج هذاك العرق في الجسم رحتي للطبيب مدام شفتي حالتك والله ما رحت ما رحت ما تجينيش كل يوم هذا المشكل نعم من وقتاش عندك هذا المشكل تاع الماء كي رحت على العادات الشهريه يعني وليت نورمال من سن ديالك ورجع لي نعم خلاص تركي جاوبك الطبيب حول هذا الموضوع يعطيك الصحة على الوفاء تاعك مدام صح يوم سعيد دكتور شفنا انه سيدة ربما هي بعد سن الياس جاها مشكل تاع يعني العرق بزاف في الجسم هذا عنده علاقة بجفاف الجسم؟ نعم نعم علاقة يخص التوازن تاع الجسم قلنا بلي الجسم تاعنا عنده هرمونات الماء مع لي زيليكتروليت عنده لي بروتيين عنده يعني عده امور اللي لازم تكون متوازنه الا في التوازن ما تقدرش الاحسن انك تعوض يعني كي تعرف تداوي السبب كي يكون عندك علاج لهذاك السبب يعني تروح لعلاج الهرمونات فوالا هذا طبيب نتاعها وتقول لها تشوف جينيكولوج هنا جينيكولوج راح تقول لها الا تقدر تاخذ هذا الدواء ولا هذا الدواء الاعراض قبل ما نلحقوا يعني الواحد اللي راح ياخذ غير تريتمون سيمبتوماتيك اعراض بلا ما يكون عارف السبب الا يكون عارف السبب وبلي ما كانش حل واحد اخر يدير تريتمون سيمبتوماتيك العلاج تاع السبب دائما احسن. كيف يشخص جفاف الجسم دكتور؟ دونك التشخيص عليه مع الاول بال اون بورسونتاج يعني نسيو نديرو مقارنه بين الاعراض واللي بورسونتاج دو بيرت دو شحال الجسم هذاك راح يسحق الماء دونك شي لو نوريس مع الكبار شي لو نوريسون راح نقولوا يعني نفس الاعراض بصح النسبه المئويه راح تتبدل وحاجة قبل ما نصلحوا المفاهيم نتكلموا على المفاهيم الخاطئه شفنا حتى من خلال تجربه المتصل خلط بين جفاف البشره وجفاف الجسم ما هي اهم الاسباب
اللي نقولوا باللي عندي جفاف الجسم، عندي جفاف بشرة. فوالا عطينا جوج ولا ثلاثة. سهل، جفاف في البشرة وحنا الجفاف هذا قال مثلا الجلد هذا ناشف ولا ماهوش ناشف، ما عنده حتى علاقة في الأعراض اللي يحوسوا على الجفاف تاع الميكوز الداخل. لسان. ما يشوفوش على بعض. حلق. صح لا جو. الخد من الداخل. الخد من الداخل، اللسان، اللسان راح يكون ناشف من الماء، الخد راح يكون ناشف من الماء، اللي كاين نسبة على الجفاف. اللون تاعو يكون ابيض اللسان، كيفاش نعرفوا باللون تاعو ما كانش شريق؟ يكون هو الريق ما كانش، دونك كي ما يكونش الريق راح نقولوا بلي دخلنا في الجفاف. احنا ما يصابش مشكل في البلع، عندهم مشكل في البلع هذو اللي ما عندهم جفاف؟ نعم. ما يقدرش يبلع؟ هذوك معليش هذوك حالات متطورة. نشوفوا فوالا، نشوفوا هذاك يعني سان في سكوندير حقلوا الحالة تاع الجفاف. أول حاجة هو الجفاف في الفم الداخل. صحيح. هذه نكون 100% راح يكون ناشف في لسانه وفي الخد نتاعو من الداخل. راح عينيه يبداو يدخل شغل سيغني. يحوقوا. دونك يدخلوا لي كلوبوكيلار يدخلوا. دونك هنا رانا في 700. دونك هذه الحل تاعها ما تسحقش يعني تدخل في الدار صغير تعطيله كيما نقول على كويير مش كمية كبيرة بزاف مغرفة تاع بالمقطعطيلو يشرب يعاود 5 دقائق يزيد يشرب فهمت اللي عنده بيبغون معليش بيبغون بصح حبس له مش ضربة واحدة خاطرش في حالات الجفاف راح نشوف أعراض أخرى ما يقدرش ياخذ أن بيبغون كامل ياخذ غير بشوية سوا بالبيبغون كمية قليلة واحدة كاملية ولا أحسن بلا كويير على شوية حبس شوية حبس بالتدريج راح يكون هذا لاغيدغاتاسيون درك 10% يعني حالات اللي احنا لازم نشوفوهم فهمت لو بلي كوتاني سان بلي نور علينا شفا يعني هي انما كي نجم نفهمهم شويه بالعربيه دكتور هي ربما الجلد انتماءات جلديه فوالا يبان بلي هكذا يقعد نعبز له على الجلد نتاعو يقعد هكذا كيفاش هذا؟ نديرو احنا عاده في البطن ونشوفوا بلي هذاك لو بلي يقعد ومن بعد يفوض بس كيفاش يكون هذا البلي؟ لا لا خلي له حاجه تاع الطبيب يعني الطبيب يشوفها بصح الام بليس ما هنا لا لا اعطيها لاستيوس بالك الام تكون ما تعرفش لازم باش تعرف كون هي كي تشوف لو بلي لازم تروح عند الطبيب خاطرش الطبيب من بعد يفا ديستانغلي لو بلي دو دي نوتريسيون هيدراتاسيون اعطينا الفرق بين سوء التغذيه بسيطه تاع الجفاف تاع الصيف تاع البلي فان يعني رقيق رقيق بزاف علاش خاطر ما عندوش لاغريس كوتاني ما عندوش تحبوا لي ديتاي دكتور علاش ماشي مش ديتاي ميديكال يعني نعم نحبوهم هاد لي ديتاي باش نعاونوا بهم النساء ربات البيوت باش يعرفوا يعني سوء التغذيه يكون ناشف سوء التغذيه يكون علاش خاطرش ما عندوش لاغريس ما عندوش شحم تحت الجلد نتاعو صافي كي تجبد تلقى على بروحها هكذايا رقيقه الوغ كو لو بلي دو ديزيدغاتاسيون يجي خشين شويه دونك كي تجبد الجلد تاعو راح يقعد هكذاك ما يعاودش تاع الجفاف كيفاش يكون؟ الجفاف يكون كرو لي باغ بزاف وتاع سوء التغذيه كيفاش يكون؟ سوء التغذيه يكون فيه رقيق خاطر ما عندوش شحم نعم نذهب الى التليفون دكتور حتى ناخذ اكبر قدر ممكن من المتصلين الو صباح الخير من معي؟ الو السلام عليكم مرحبا بك سيدي شكون معايا ومن وين تتصل بينا؟ بكرا توسي من بك سيدي عندك سؤال في الموضوع؟ عندي سؤال عند الماء برك نشرب بزاف تفضل هدرت كما حبيت واش تشرب شحال تشرب بالماء؟ وكرمكم الله يعني وين نشرب اها يعني التبول عندك بزياده في اليوم؟ ايه ونعرض يعني سيدي يا عمر 70 سنه ايه الله يبارك طوال عمرك ان شاء الله تشربوا يعني لو نتحدثوا دكتور يعني الماء تشربوا بشكل ما سمعتش مليح الاتصال معليش انا عندي فكره على نعم ريح معنا دوك يجاوبك الطبيب حتى في الليل نخرج شويه تفضل سؤال في محله وعلى درك لو باسيون هذا ويسقسي اسكو خطا اللي راه يخسر بزاف في الماء ولا العكس اسكو راه يخسر بزاف في الماء صافي راه يعطش ويشرب السبب ما على بالناش الى كما قالت الطبيبه الاولى بوتوماني هو يشرب لازم يشرب بزاف الماء ولا يشرب بزاف الماء الماء هذاك لازم يخرج من الجسم تاعو تكون حاجه عاديه العكس خسر الماء لسبب من الاسباب بعيد الشر واحد يكون عنده سكر وما على بالوش صافي يخسر السكر من دونك اللي يخسر الماء راح يعطش بزاف ويولي يشرب
باش نفرقوا بيناتهم بصفه قلت له برك يصوم، يصوم بمعنى الكلمه يعني ما يشربش الماء لعده ساعات ويشوف ساعات كامل هو صايم ماهوش يشرب الماء وينقص الكميه تاع الماء اللي يخسرها. هو كان ياخذ بزاف يخرج بزاف، نقص الكميه اللي يشربها تنقص الكميه اللي تخسر. هذه ماهوش مريض يعني كيصوم يتحقق من حالته اذا كانت حاله مرضيه ولا لا لا ولا مش مرضيه يعني كيخص هذاك التبول يعني حاله طبيعيه حاله طبيعيه نتيجه يعني الشرب بزياده تاع الماء شرب بزاف هذا الى الماء بقى يطرح بشكل دوري صافي عنده مرض هنا عنده مرض اللي خلاه دائما نتمنى نكونوا جاوبنا على السيد حسين من ولايه عنابه. نتكلموا الان عن دائما عن التشخيص دكتور. النقطه الثانيه ربما ولا الثالثه اللي وصلنا لها اللي كنا نهضروا عليها سي لا بيغ دو دو راك تخسر الماء فقدان المياه فقدان المياه دونك تقدر تخسر المياه خاطر لا سيرفاس كوربوريل راح تكون كبيره بالنسبه للجسم تاعنا. قلنا عند الصغار لي بيبي قد ما يكونوا ناقصين في الميزان قد ما يكون لا سيرفاس كوربوريل اكبر نسبيا بالنسبه للجسم تاعهم كيكون متقدم راح يخسر الماء بعده طرق كوسوسوا لا سيرفاس كوربوريل وياه. راح تقول لي كيفاش قادر يكون واحد عنده الماء بزياده وبالنقصان في نفس الوقت يكون عنده جفاف وانت كي تلقاه معمر بالماء تقول عنده لباس تاع الماء هو بالنسبه لنا راه ناقص عنده جفاف يعني تكون هذه الحاله معقده وتكون الاخ عنده الماء استنى نروح نقص له الماء كي تعطي له الماء كاين ادويه ينقصوا بهم الماء؟ الماء المشكله منين راك تنقص؟ راك تنقص من الكوتي فاسكولار راك تنقص من الاوعيه الدمويه تنقص لهذا اللي الشحم ولا من صحيح كيفاش تعرفوا دكتور يعني نزيد ندخل لك شي في المجال اللي ما تحبش تدخل فيه لكن ندخل فيه انا وشدد على النقطه كيفاش تعرفوا باللي هذا المريض بس الماء العضوي ولا احتباس ما في الجلد ولا بين الجلد ولا والشحم كما نقول اصعب سؤال ميم في الناحيه الطبيه تقول لي كيفاش عنده الماء دركا عنده زياده ولا نقصان انا نشوف باللي عدوى باش يتنقص له فينالمون عنده راه جاف عنده جفاف وعنده الماء زياده على ليس على العلاج خاطرش العلاج لازم لك طبيب ومختص ويكون عارف السبب دونك باش يعرف السبب يعني احنا باش نعرفوا الميكانيزم واش نديروا اول حاجه لازم نعرفوا لا ريبارتيسيون تاع الماء توزيعنا 60% هذه وين راهي 40% داخل الخليه على انتيريور دو لا سيلول معناتها حاجه ما تشوفهاش بعيد باش تعرف الى هذه الخليه راهي زايده ولا نقصان غير اذا نحيتها وشفت بني جهر فهمت دونك هذا الكوتي هي كميه كبيره ومن بعد هضرنا على هذه تاع احتباس تاع الماء في لي كوتي قال واحد كي يوقف برجله تنفخت ولا يكون مكسر راح يكون هنايا في لي كوتي وين الجهه وين لي كوتي ديكليف وديكليف معناتها هابطين كيما راك تحكي هذا كيمثل 15% ليكسترا سيلولا خارج الخليه انترستيسيال يعني بين الخليه والوعاء الدموي والداخل الاوعيه الدمويه 5% من الجسم تاعنا يعني الامر صعيب 5% ماهيش بزاف وحنا كي نحطوا دواء اون فا اجيغ على هذوك ال 5% ماناش على لي 15% اون فا با اجيغ على لي تؤثر على حياه الانسان هذه هي صعوبه دونك قادر يكون هذوك ال 5% تاع الفاسكولير ناقصه دونك تلقى البنادم هذا عنده لاتونسيون وال 15% تاع الانترسيسيا بالعكس عنده فيها زياده دونك تلقى باللي معمر من نفخ تونسيون حافظه شفت هنا اهميه هذا الامر دكتور للتداوي الذاتي كاين حتى بعض الناس هذه يروحوا لهذاك الدواء تاع اللي ينقص الماء احتباس الماء وما على بالهمش خاصه الرياضيين للاسف كما الاجسام اصبحت موضه يروح يشري وحده هذاك الدواء تاع احتباس الماء نشوفوا انه وجهه حاله كارثيه يعني نشوفوا انه اكزاكتومون ناشف بزاف علاش خاطر في الكوتي فاسكولير ولا في الكوتي انترا سيلولير داخل الخليه اللي حنا ما نقدرش نشوفها ولا فاسكولير تقدر تفيق له كي تقيس الضغط الدموي نتاعك بصح هكذاك وما يكفيش نختم بالوقايه نتكلموا شويه على الوقايه الوقايه دونك قلنا حنا لازم نشوفوا السبب تاع هذا الميكانيزم كيفاش الجسم هذا راح يخسر الماء دونك السبب نتاعو قال علاش في الصيف نهضروا عليه في الشتاء اسكو كاين في فصل الشتاء جفاف ولا ما كانش اسكو الجفاف تاع خطر من الجفاف تاع فصل الصيف الحاجه اللي ما سقسيتني
نيش عليها هي ماشي مشكل. جاوب وحدك جاوب بسرعه. كاين جفاف في ما نعطشوش دونك ما نشربوش وما نثيقوش بلي انا بلي رانا مخصوص له نديروا الجفاف في فصل الشتاء. في فصل الصيف راح تكون لا ديبيرديسيون اكبر عن طريق الحراره والحراره ليكسبوزيسيون سوليغ صحيح العرق ليكسبوزيسيون التهاب الجلد في الجلد والالتهاب في الجلد الدرجه الثانيه صحيح الاولى كامل نعرفوها والدرجه الثانيه تشوف الماء تحت الجلد صحيح دونك هذاك هو اللي كنا نتفخات هكذا دونك هذاك الماء وين راهو راهو في الميليو انترستيسيال دونك هذاك الزياده تاع الماء ما تروح تاخذ انت دواك الماء من الجسم تاعك باش تهبط خطا وما نديروهاش والحمد لله ما عندناش نديروها فهمت هو سلوك لازم وقايه تاع الجلد شكرا جزيلا لك دكتور على الوقايه تكون بواقي الشمس يعني واقي الشمس يكون معتدل وهذا راح نخصوا له ربما عدد واحد خاص بانه تعرض الاطفال للشمس مهم جدا شكرا جزيلا لك دكتور مراد ماهوش